معلم ثروات، انت قديش معك مصاري؟ قديش رح يكون معي؟ يعني كل شي معي حطيته بالحديد والنحاس والآلات. بس انا سمعت من فترة انك طلبت آلة بمليون دولار مشان تقدر تشتغل. من وين المصاري؟ من القرض الياس. انا منين لي المصاري؟ معلم ثروات، إذا كانوا من القرض ليش ما عندي خبر؟ كل وراء القروض بتمر من عندي. لا تحكي كلام بلا طعمة يا صوص. أي قرض هذا بدك تاخده من شان آلة لتصنيع السلاح؟ ها؟ شو بدك تقول للبنك؟ سيد ثروات، ما في ولا آلة بتسوى هالمبلغ. كأنك عم تخبص لك بشي قصة. ممكن افهم هلأ شو عم تحاولوا تقولوا انتو الثلاثة بمكان عم يتنصتوا علينا فيه؟ يعني اذا مو قدران تقول هون من مين اخذت المصاري قوم ننزل على المستودع. عن جد انتو اعتبرتوني حرامي لاني ما دفعت مصاري للاضحية، مو بسبب المصالحة. خلص، لانه هلأ محمود سافر، يعني من شانك، لانك انت خلصت من هالمصيبة وصار وضعك منيح. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلين فيك. بما أنك عم تلف وتدور يمين ويسار معناتها مخبي مصاري عنا. شوف يا صهر، أقسم بالله ما عاد بحكي معك طول العمر، أنا ما بقبل بهيك افتراءات، بقدم استقالتي دغري. عم تحكي جد ثروات؟ اتركه الياس، بيقولوا ما بصير تتدخل باللي بده يستقيل أو ينتحر، بركي بيقوس حاله. أنت بتقوس على حالك، واحد مفتري. أنا ما بكسب مصاري مثلكم بالقواص هون وهنيك. أنا صاحب صنعة، صاحب صنعة، بكسب لقمتي بعرق جبيني. معلم، المحامية وصلت. أذيع الخبر بالتلفزيون. ما فهمت معلم. عم قول خليها تتفضل يا عدنان، فوتها. تفضلي. الظاهر اني اجيت بوقت غير مناسب. لا هذا وضعنا المعتاد، وبالعكس انت اجيتي بوقت كتير مناسب، وإلا شوي تانية كنا رح نكسر قلوب بعض. اصلا قلبي انكسر. اهلا وسهلا استاذة، من زمان بسمع باسمك، حتى بهاي الفترة صرت اسمعه اكتر من اسم اسراء. معلم ثروات، انت انزل لتحت على المستودع، جاي وراك. اتشرفت بمعرفتك، فرصة سعيدة، تشرفنا. تفضلي عيدي هون. بتشربي شي؟ لا شكرا، ما بدي. يا صهر، تعال نشم شوية هوا. لا ما بقدر، لأنه إذا طلعت رح فش خلقي بثروة وأمسح في الأرض، هون أحسن لي. اللي إجيت أحكيه خاص شوي. شو قصدك بخاص؟ صهر، عم تقلك خاص، أنت شو دخلك؟ يا الياس، أصلاً أنا بعرف بكل شي خاص بيناتكم. الظاهر الياس ما بيخبي شي عنك، وبيقول الشغلات الخاصة وبشكل مبالغ فيه. انت شو قصدك؟ انا بالإذن. اعصابي تعبانة شوي اليوم. ليش؟ فقدتي شي غالي عليكي؟ لا. طيب ليش عم تبكي لكان؟ الصبح
الست مريم بعتتني لبيت نازلي. ايوه. لا لا، طلع الموضوع كتير خاص، انا بالاذن منكم. نازلي كان بدها تروح بس ما راحت لأنها خافت من خضر، وقالت لي مريم قلي لأنه هي رح تحل القصة. مرت أخي قالت هالشي؟ أنا كنت مفكرة هيك، أنه نازلي بدها تضمني من فرحتها لأنه رايحة، وأنت بتعرف أنه في مشاكل بسبب الولد، ولأنه الست مريم رجعت على البيت كمان. إيه نازلي قالت لي شو دخلني، انتي المحامية تبعي، روحي وقولي هالكلام لخضر. شو المناسبة حتى تروحي انتي وتقولي هذا الكلام لأخي؟ الياس، انا تعبت كتير من هذا الوضع، طالما هن نتراجعوا عن الدعوة قول لمرت اخوك خلص تتركني، والله رح اموت. خلص تمام، ما في شي تعملي، هاي المشكلة يلي رح يحكوا فيها بس أخي ومرته، وهو بنفسه كمان رح يحلها مع نازلي ونخلص بقى. شو بدي أقول لمرت أخوك؟ رح تقلي لها أنك رحتي وحكيتي معها بهدوء وهي طلبت تعطيها وقت. خلاص أنا بقعد وبحكي معه لأخي بالقصة ورح حل هالموضوع، لا تقلقي. بترجاك انقذني من هذا الوضع الياس لو سمحت. يا صوص اركض خد لهم شي بارد، ارتفعت الحرارة عندهم. شو بدك تقول للياس؟ شو بدك تقول؟ هو اللي عم يضمها للبنت، هو يلي لازم يوضح شو فيه. كرمال الله تعالوا اقعدوا هون، خلص تعالوا اقعدوا بلا هالحكي الفاضي، اقعدوا شوي بقى. يا ربي اعطيني الصبر. خلص رؤي هدي اعصابك، قلت لك لا تقلقي انا رح حل الموضوع، يعني رح حله، بس انت كمان لا تروحي لهون ولهون بدون ما تخبريني، اتفقنا؟ اتفقنا؟ منيح، يلا غراضك.